بتحل السنة دي ذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة، واللي بتظل نقطة مضيئة في تاريخ المصري بعد ما أثبت للعالم أن المصريين قادرين على هزيمة إرادة وطموح وغرور الكيان الصهيوني رغم كل الظروف المحيطة دوليا وسياسيا وعسكريا. كانت بحق رحلة صمود قدرنا في نهايتها أن احنا نوصل للنصر العظيم اللي احنا بنحتفل به في هذا اليوم. حرب أكتوبر إذا أخذنا الدروس المستفادة منها ممكن نعيش بيها مدى حياتنا. كان في تلاحم بيننا كجنود وبين الأهالي اللي كانوا موجودين على قناة السويس. الشعب المصري كان كله متماسك من أجل هذا الوطن. مفيش واحد في 6 أكتوبر من 180 ألف اللي عبروا الأولين ما كانش مضحي. احنا استعدنا كرامتنا. حد نقلته من الفشل للنجاح، من اليأس والإحباط لقمة الأمل. حرب أكتوبر منذ البداية وبعد وقت قليل جدا من انتهائها مثلت دروس مستفادة كتيرة جدا على مستوى الدولة المصرية وعلى المستوى الإقليمي والدولي، سواء في البعد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو حتى البعد الاجتماعي. كان في داخل مصر كان مهم جدا جدا. أنت كنت بتحارب قوة مش سهلة. السلاح الإسرائيلي إمكانياته أكتر بكتير جدا من السلاح المصري، طيران، مدفعية، دبابات. إنما عزيمة العسكري المصري وإصراره على إن هو ياخد أرضه، وبرضو القادة اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت والخداع اللي اتعمل عشان نقدر نكسب هذه الحرب كان له دور كبير جدا في إن احنا قدرنا ناخد أرضنا. احنا كانت عندنا المعلومات اللي موجودة عندنا وبتتقال لنا دايما إن احنا هنخسر 30% من الناس واحنا بنعدي الميه، وهنخسر 30% واحنا عشان نستولى على النقطه القويه. فلما انت بقى داخل في الحرب وانت حاسس ان انت من ال 60%، يبقى انت بتضحي ولا بتضحيش، وعن رضا ولا مش عن رضا. وكلنا اللي راح الحرب مفيش واحد فينا ما كتبش وصيته قبل ما يخش الحرب. كان جميع الافراد في القوات المسلحه يعني على مستوى واحد من المسؤولية، يعني مفيش حد تردد أو حد ساب وحدته أو ساب العمل بتاعه، يعني ليلا ونهارا من قبل الحرب بشهر مثلا لغاية بعد الحرب بشهرين ثلاثة، والضباط والعساكر شغالين بما يرضي الله. مكنتش بفكر غير في العدل اللي قدامي. بص، ساب كل اللي ورايا ده ماليش دعوة بيه، أنا كنت بفكر في المهمة اللي أنا واخدها اللي قائد بتاعي كلفني بيها، ان انا عايز احرر الحته دي. الجنود بتوعي يا رجاله احنا الحته دي هنروح نحررها، هنخش فيها بصدورنا بكل حاجه لحد ما ناخدها على جثثنا ونحررها من العدو اللي موجود فيها. مبدئيا بابا ما حضرش النكسه لانه كان في كتيبه الدفاع الجوي اللي بتحرس السد العالي، لكن كان لما حد بيجي قدامه ويقول كلمه مش هنحارب دي، كانت رغم انه كان هادي وصوت واطي، كانت دي اللحظه الوحيده اللي بينفعل فيها ويدب برجله على الارض، لا هنحارب وهنطردهم. طبعا كانت فرحه بالنسبه لنا، مش عايز اقول لك قد ايه بقى، ان احنا اليوم ده اللي كنا مستنيينه اللي بنتدرب عشانه. بدأنا نستعد ونلم نفسنا، وكل واحد يلبس الجاكيت بتاعته اللي فيه الذخيرة وكل حاجة. الساعة 2:05 بالظبط لقينا الطيران بتاعنا بيزغرط في السماء وداخل سينا. 5 دقايق بالظبط لقينا الانفجارات، مش عايز أقول لك انفجارات شكلها إيه بقى جوه عندهم. 10 دقايق بالظبط ولقينا الطيران بتاعنا راجع وبيحيينا، ترى رجع زي ما تكون بترقص في السماء كده. المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي قمنا ب 92 عملية فدائية ضد العدو الإسرائيلي. كان الحمد لله لنصيبي منها 35 عملية من العمليات الانتحارية الفدائية ضد العدو الإسرائيلي من حرب الاستنزاف منذ 67 إلى أن انتصرنا في أكتوبر عام 73. أنا شفت جنود كتير جدا
ما كانش يهمهم انه يتعور ولا يجرى له حاجه ولا بتاع في سبيل. انا نفسي شخصيا اصبت في احد العمليات، ولكن انا كملت وانا متعور، كملت وانا متعور ومعايا في اللانش 2 شهداء. ودي روح المقاتل المصري، انه بيعمل كل اللي يقدر عليه في الحدود والامكانيات كلها بيستخدمها عشان يوصل لهدفه. يوم 16 اكتوبر حصلت ثغره الدبرسوار لو تتذكروا، وقت المظلات في هذا الوقت كان شارون نجح بعبور بعض الدبابات. قيل في هذا الوقت ان هي 7 دبابات، هي ما كانتش في الواقع 7 دبابات، هي كان بيعمل في خطة عايز يضمد كل الدفاع الجوي علشان يدي فرصة بقى لطيرانه انه يخش ويعمل اللي هو عايز يعمله. ولكن كنا له بالمرصاد ونجحنا اننا نوقف تحركه. في اليوم ده بابا استشهد. في سلاح الدفاع الجوي دايما يكتبوا الكتيبة التي عادت كاملة العتاد والأفراد ولكن بدون قائدها. فأولاده هم كانوا أفراد كتيبته، حب كتايا مصر. إحنا افتكرنا في لحظة الاستشهاد. لو الواحد بالنسبة له مصر عادية، لكن ساعه ما بيخش الجيش وبالذات اللي بيروحوا سينا وبيمشوا على تراب سينا وبيحتكوا بيه وبيشوفوا نقطه دم من اي حد من زمايلهم او من القاده بتاعتهم بيتحولوا، بيبقى الانسان العادي ده بيتحول لواحد مش عايز حاجه غير اني اموت على الارض دي. ما زالت الروح موجوده لغايه دلوقتي. يعني الجيش في المستوى الانضباط، مستوى اداء العمل، الإتقان العمل، كل الأعمال لسه الروح سارية لغاية دلوقتي في القوات المسلحة، سواء ضباط أو جنود أو صف ضباط، موجودة في كل الأماكن. يعني الروح القتالية بتاع حرب أكتوبر هي نفس الروح القتالية في عملية التنمية العمرانية أو أي أعمال أخرى ومحاربة الإرهاب. حرب أكتوبر كان اللي بيحارب فيها المجندين اللي كانوا من سنة 65 في القوات المسلحة مجندين ولم يتم خروجهم رديف، وبالتالي الناس دي أصبحت مصقولة للمعركة ومرت بمعركة اليمن ومعركة 67 ومعركة الاستنزاف وجينا في معركة أكتوبر. فكل الخبرات دي اديناها لأولادنا اللي هم حالياً بيحاربوا الإرهاب. أولادنا دول هم روح أكتوبر، إحنا شربناها لهم قبل ما نطلع من القوات المسلحة، فهم برضو عايشين بروح حرب أكتوبر، وحرب أكتوبر هي الصمود للنجاح.